Ladies and gentlemen, please welcome Khaled Al-Hilli. تحية وألف ألف ألف مبروك، تحية عسكرية أكيد لنادي الجيش وفوزهم بكأس قطر النسخة الأولى، النسخة الفريدة، التصميم الجديد. مبروك لنادي الجيش حصوله على هذه البطولة، وهي البطولة الأولى في خزائن هذا الفريق. إذن بكرة إن شاء الله عناوين الصحف تقول كأس قطر للعسكر، يستهلون نادي الجيش بعد فوزهم على أخوانهم في نادي الأخوية بركلات الترجيح. عموما مشاهدينا، من خلال حلقة برنامج الطريق إلى الملعب اليوم، المعلومات كلها عن المباراة النهائية، لذلك اللي شاف المباراة لازم يركز، هذه الشغلة مهمة. طريق إلى الملعب مبالغنا 1,000,000 ريال قطري، وأيضا لدينا سيارتين 1,000,000 ريال. مليون ألف ريال، مليون ريال، مليون ألف. تدري ليش؟ لأن قاعد أسمع نفسي مرة ثانية، فقاعد أقول أوكي، مليون ريال قطري، وأيضا عندنا سيارتين بي ام دبليو مقدمة من الفردان للسيارات. هذه خريطة اليوم، وعلى فكرة هذه الخريطة مصممة. قاعد أسمع صوتي. هذه الخريطة مصممها اليوم عندنا شيكاغو، وطبعا شيكاغو زعلان يعني، راح يعني اضبط الامور. خلينا نشوف الشخصيات الموجودين معنا قاعدين ينتظرون. عندنا طبعا دائما السوم، وعندنا توفي موجودين على الخريطه. واليوم الحلو ايضا في البرنامج عندنا ديربي كبير، ديربي ايطاليانو بين لاتسيو من كارلوس رقم 4 عندنا، وكمان رقم 1 روما الملك توتي هناك موجود. لذلك انا اليوم مبسوط تماما لان عندنا هذا الديربي. نروح حق اول مشتركين معنا من خلال طريق للملعب، ناخذ ونقول الو يا ام خليفه. الو، السلام عليكم. كيف حالك ام خليفه؟ الله يسلمك، شلونك؟ عساك بخير ان شاء الله. الله يسلمك، مبارك حق نادي الجيش بالفوز. يستاهلون نادي الجيش، اهم شيء تابعت المباراه، لان اسئلتنا اليوم من خلال البرنامج اغلبها عن المباراه. حلو يا ام خليفه؟ ان شاء الله. ان شاء الله حلو. ناخذ الاتصال الثاني اللي راح يكون مع ام خليفه ان شاء الله، نقول هلا ومرحبا فيك يا جابر. الله يحييك ويسلمك. كيف حالك يا جابر؟ طيب ان شاء الله. طيب الله يحييك. الله يسلمك. تشجع اي نادي يا جابر؟ والله اليوم الجيش، بس للاسف العربي. اوكي، تابعت المباراه؟ اي نعم تابعت. يلا امورك طيبه يا خليفة لا أم خليفة، وعندنا جابر. أوكي، عندنا أم خليفة وجابر. يا أم خليفة ويا جابر، نقول بسم الله ونروح للخريطة ونبدأ معاك يا أم خليفة. بسم الله، ثلاث خطوات لك يا أم خليفة. بديت بخطوة، باقي لك خطوتين، تبي تروحين رقم 1 ولا 2؟ رقم 2. باقي لها خطوتين، 2 3 خطوات، وراح نبدأ معاك بسؤال من خلال برنامجنا اليوم. والسؤال يقول: فهد جابر هو حكم نهائي كأس قطر بين الجيش والأخوية، صح أم خطأ؟ صح. وجوابك صح، برافو برافو عليك يا أم خليفة. أكيد لا، متابع المباراة، وقيادة كانت جيدة لفهد. نروح لجابر، يلا يا جابر. بسم الله بسم الله. وخطوتين، تختار رقم 1 ولا 2؟ رقم واحد. اوه، رايح حق الدرب الصعب يا جابر. احتسب فهد جابر 4 دقائق وقت بدل ضايع في شوط اللقاء الاول. صح. ها الشوط الاول 4 دقائق ولا دقيقتين؟ بسرعه، اربع دقائق. لا، ها الشوط الاول صح ولا خطا؟ ها بسرعة، خطأ، ها قول. خطأ. وانت صح. جابر الشوط الأول حسب دقيقتين، وقت بدل ضايع دقيقتين. أوكي يا جابر، يلا نرجع حق أم خليفة. يلا يا أم خليفة، وأربع خطوات. 1 2 3 4. أوه،
كرت اصفر. معلش 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 كرت اصفر يا ام خليل، لكن ما يضر. بدايه يعني للحين الامل قدامنا طويل والامور موجوده على الخريطه يا ام خليفه، لا تزعلين بس، وهم شي توصلين معنا بنفس الحماس. نروح حق ان شاء الله. يلا يا جابر، جابر قدامك كرت احمر. يعني احنا قلنا فهد، يعني قلنا فهد جابر قاد المباراة، بس 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 شيكاغو اللي 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 سوى هالخريطة هذه. ما ادري، ما ادري احد يعطي سباك يسوي شغل هندسة. تعال تعال شيكاغو، تعال تعال يا طالع، اقول لك تعال. اخر مرة تسوي ها. معليش عزيزي جابر، انت مشكلة اخترت الوضع الصعب، لكن يلا قدر الله، قدر الله وما شاء فعل. ما في مشكلة، ما في مشكلة يا جابر. ان شاء الله اسعدتنا مشاركتك، لكن كنا والله نتمنى الطول معانا، لكن معليش معليش. شكرا شكرا لك يا جابر. يلا يا ام خليفة بسم الله، ان شاء الله بعد خليفة تكمل معانا. خمس خطوات لام خليفة، واحد اثنين ثلاث اربع خمس، خمس وخمس. سؤالنا يقول احتسب فهد جابر اربع دقائق وقت بدأ ضايع في الشوط الثاني، صح ام خطأ؟ صح. وانت صح، برافو عليك، برافو عليك يا ام خليفة. الف ريال ونواصل مع ام خليفة. يلا يا ام خليفة بسم الله. طبعا جابر غادرنا بالكرت الاحمر للأسف. لا لا يبا شوفوا لكم مقدم ثاني، شوفوا لكم مقدم ثاني. لا 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 شوفوا لكم واحد ثاني يبا يا جماعة. شل تعال تعال عطنا 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 شيكاغو. تعال شيكاغو، تعال تعال تعال. هذه خريطتك اللي انت مسويها ودت الناس في داهية. ام خليفة اسمحي لنا، والله اسمحي لنا، اسمحي لنا كرتين. لا ما عليك، لا واحد. يلا للأسف للأسف غادرتنا ام خليفة وغادرنا ايضا جابر. مباراة سريعة جدا، كلها من انت السبب، والله انت السبب يا الله. معلش 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 تبي تتزوج بعد، اوكي معلش. عموما